قبل ما نتابع فقراتنا خلونا سوا نروح بجولة على صالات السينما ونتعرف شو هي أبرز الأفلام لهالأسبوع. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الكوميدي داني كولينز المستوحى من قصة المغني ستيف تيلستون اللي عرف أنه أحد أعضاء فرقة البيتلز المغني جون لينون كتب له رسالة من أكثر من 40 سنة وبيلعب دور الروك ستار المبدع الباتشينو مع أنات بانينغ وكريستوفر بلومر. وفيلم الساينس فيكشن تومورو لاند عن شخصين بيجتمعوا للبحث عن مكان ووقت موجودين بس بذكرتنا المشتركة مع جورج كلوني وهيو لوري. لمحبي أفلام الرعب بولترغايست عن منزل عائلي مسكون بأرواح شريرة وبيصير في ظهور متكرر لهالأرواح وخطف لبنتهم وبتجتمع العائلة لإنقاذها مع سام روكويل وجاريد هاريس. التحضير لكل الصبايا يلي مقبلين على زواج هو فترة جدا مهمة، إذا حطتنا تالية هيك رح بيكون عنوانها مع جين وبخصوص الجمال. صباح الخير. صباح النور. كيفك يا جين؟ الحمد لله كثير منيحة، عكس البلد منيحة. الحمد لله. من اليوم بدنا نحكي اكيد تحضيرات العروس، تحضيرات العروس اللي ما بتخلص لانه دائما في اشياء جديده. مزبوط. يعني بالزمانات كنا انه بتعمل ماسك بتظبط شعراتها بتعملهم تريتمون بالبيت تحط خيارتين هيك على عيون. هيدا اللي كان موجود. مزبوط. سنه ورا سنه صار في اشياء. هلا لا والله بتعرفي على ايام كليوباترا كانوا كثير يحضروا، يعني نحن عاملين تريتمون من زيوت طبيعيه ويعني ميلانج دو تو بين امريكا واوروبا، يعني اشياء كثير حلوه بيشوفوها بحلقات نهار الاحد. لا من زمان كانوا كثير يحضروا بس حسب الطبقات. هلا كل الطبقات ببلشوا يحضروا حسب البادجت كمان. سو في مشاكل العروس بتعاني منها بنبلش حسب، فينا قبل بثلاث ايام، فينا قبل بجمعه وقبل بشهر كمان. حسب شو المشكله. حنبلش اول صوره اللي هي سواد تحت العيون. هلا ما فينا نقول العروس، فيها تكون الشمينه، فيها تكون ام العروس، اكيد كل اللي مهتمين واللي رح بيكونوا موجودين بهالعرس. صحيح. كل بنت يما ست بتعاني من السواد تحت العيون دائما في اشياء جديده، يعني جبت شيء جديد من باريس اللي هو ماسك بينحط بتريتمون عندنا بالانستيتيو كان بجميزه يما بصيدا تقريبا قيمته 50 دولار اي ليفت تريتمنت للتجاعيد للترهل للسواد تحت العيون، بيعطيك رونق يعني على العرس شو ما حطيتي انتي سيرن اوقات على السواد ما ببين، يعني بيعطي ازرق مش ما بيعطي كثير قوي انه السواد بلالي، بالعكس بهذا تريتمون ببين مرتاح، اذا حطينا انتي سيرن كمان بنحس انه ما مبين ومبين انه فريش لوك. سو كثير مهم لكل عروس، بلس اذا حبوا ان تريتمون كثير اقوى اللي هو بجلسه بخف 50% كمان سي تريتمون لوحده، اكيد الاستشاره مجانيه وبنهتم بكل عروس بتعاني من سواد تحت العيون مزمن. هلا نصيحتي لهم يشربوا مي يريحوا ما كثير على هيدي كل الليل على الفيسبوك هيك. هاي مشكله. هدول بيزيدوا اكيد الرياحه للعيون والنوم ضروري 6 ل 10 ساعات مينيموم، هيدا اجباري ليكونوا العيون مرتاحين. ثاني مشكله اللي هي البوت كون تيرن، يعني بتحسي وقت تفوتي عند العروس بكل الميك اب بكل الفوندتان اللي حطته انه يعني مش طبيعي وجهه شو تعبان، هيدا التعب ما في رونق هيك بنقول نحن ما في رونق اكيد ببين وقت نعمل تريتمون قبل العرس. هلا في تو كايند اوف تريتمنت، في يكون باكج اللي هو 4 تريتمنت مع بودي تريتمنت بقيمه 320 دولار كل يوم غير عن الثاني، وفي يكون تريتمون واحد بيغنيك عن 5 سنين اذا وجهك تعبان وما في لون خصوصا للسمر، يعني في تريتمون بيعطيك بدون ميك اب هالسمار اللي كثير اتراكتيف بدون اكيد، يعني تريتمون فيري سيف وبذات الوقت كثير حلو ما في وجع ما في ازعاج ريلاكسيشن الماكسيموم. ثالث مشكله معقوله العروس تلاقيها هو الميلازم يما الكلف يما التشات بالبشره.
اكيد التشتيت بيجوا من وراء كثرة الشمس. يعني تصوري ها عمرها تقريبا 28 30 يعني نحن بهالايام 30 و40 بيتجوزوا، صارت اذا بتتجوز قبل بيقولوا يا حرام صغيره صغيره وين رايحه. انا اكيد هلا في عندك طلب. عليك طلب. علي انا طلب. سو الكلف بالوجه هن تشات، وقت نحط فوندو تاع حيضلوا يبين فيه منه لون موحد، يعني في عنا مش لون واحد كثير هين، هيدا اسمه ما له لون واحد. هلا في عنا سيف ماجيك تريتمنت اللي هو انواع من الاسيد حتى بعز الصيف فينا نستعمله، بيعطي هالرونق بخفف من هالتشات. مع كريمات بتستعملهم بالبيت مينيموم بخف 20%. هلا اكيد اذا بدنا يخف من جلسه واحده 50% في كمان تريتمنت اقوى فينا نعمله عنا بالانستيتيو بالشميز وبصيدا. شو الاشياء اللي بالعشرين اجت عنا عروس امبارح بصيدا عمرها 25 بدها تضرب بوتوكس وفيلر؟ يا حبيبتي انت بعز عمرك، انا لبلش التجاعيد والترهل عندي ب 30 و 35 انه بعدك صغيره على الابر. بالريد والرولاشمون انا بنصحهم ب 30 40 يعملوا الكافيار. في كثير بعد يعملوها في واحد واحد في واحد بس بيعطيك رونق بجنن، بخفف التجاعيد وبشد البشره. في بقلبه البيرل والجولد والكافيار من موسكو، يعني ستر تريتمون في اي بي وقيمته بال 150 دولار. ما بيصير في عندك بعدين سايد افكت لانه كثره البوتوكس والفيلر بتنفخي وبيرجع بينزل مثل بالون، بينزل وبيطلع بيصير كمان بيحط واحد اكثر، بيصير في اكثر، توصل لعمر ال 50 انه التجاعيد صاروا لا يعالجوا والترهل مش طبيعي، انه مش معقول نفوت بعمليات تجميليه بال 35 يما ال 40. كمان عندنا كمان الصوره اي وحده قبل سيكاتريس فيزاج. سيكاتريس فيزاج نعرف كل البنات بعمر 18 بعينوا من حبوب بالبشره، من بعد ما يعملوا لهم تريتمون بيصير في محلهم سيكاتريس يما جور يما سكارز بالبشره. اكيد في تريتمون كمان نوع من الاسيد الناعم عندنا بالانستيتيو، واكيد في تريتمون ثاني كثير اقوى من جلسه واحده بخف 50%. بس وقت يكون عندنا هيدا هالمشكله بنصحهم قبل بشهر يما بشهرين يما بثلاثه نبلش نعالج هيدا الموضوع. حسب قديش الغمق. هلا قد ما يكونوا غميق يعني حتى بهالصوره بجلسه فيهم يفرقوا، بس انا دائما بفضل العروس بهيك بروبلم نرجع قبل بثلاث اشهر حتى الريزلتا يكون بجنن، تناخذ ريزلت على الكولاجين والالاستين بدك تقولي 80% بناخذ بثلاث اشهر. من اول شهر بتفرقي 50% بس الريزلت بضلوا يتفاعل لانه البرو كولاجين بده 28 يوم حتى يتفاعل. اكيد في كثير من عمر صغار لانه بعد في بال 25 بيتجوزوا في عندهم اكنه. في عندهم اكنه بالبشره. هلا تصور الاكنه فيها تكون بال 30 فيها تكون بال 40 يعني ما لها عمر. وقت يطلع هيك اكنه شو ما حطينا فوندوتا ما حينفع، شو ما عملنا نتوياج ما حينفع. اللي بنصحهم فيه اول شيء نبلش بنتوياج، من بعدها نعمل البي ال دبليو اللي هو تريتمون بظرف ثلاث اسابيع بخفوا 50% يما 80%. سو بليز يا بنات ما تنطروا قبل ما نوصل للعرس بجمعه نفكر شو بدنا نعمل. دائما مثل ما بنفكر بالشعر وين بدنا نروح، بالميك اب وين بدنا نروح، نحجز الصاله والصاله قبل بسنه. سو فكروا ببشرتكم قبل. واخر شيء ديزيدراتاسيون، اذا البشره ناشفه الفوندو التام بتقطئ، يعني اول ساعه بيكون كثير حلو بس نحن بنعرف بتبلش العروس من الساعه واحدة تتصور لوحدها مع العريس مع القرايب. سو عندها تقريبا 12 ساعة بين العرس والتصوير. إذا ما كانت بشرتها إيدراتي من جوا مش بس من برا، يعني بدنا نشرب مي كتير 8 كبايات بنهار قبل بشهر تنرطب من جوا، نحط كريمات من برا، وإذا وصلنا لوقت حاسين إنه مطقطقة لا لازم نعمل الإيدرادرمي اللي هو بالشميز وبصيدا موجود. هيدا سيستام فرنسي
يعطيك تغذية بأول وثاني وثالث طبقة من البشرة حتى تتغذى. الفوندو الدام نحطه بضل الرونق لآخر دقيقة بجنن. ما بيخلص النصايح. هلأ في عنا برجعة المهضومة كل ست عم تحضرنا حابة تربح معي فيشل واحد من هيدول، دغري بتفوت على البيج وبتقلي أي واحد منهم هي عندها مشكلة وأكيد بتربح إن كان بجميزة يا ما بصيدة. سو معنا من هلأ لآخر النهار نجاوب على هيدا السؤال، أنت أي مشكلة بتعاني منها إن كنت عروس يا ما مش عروس حتى تربحي معنا على البيج جي ناصار انستيتيوت أس أن تراتمون، يمكن يكون بقيمة $150 $100 التغنيج الماكسيموم بكل حلقة. انتبهها مش بس هلا. ايه بكل الحلقات رح بصير عنا نفس الشيء يعني اربعة وجمعة واحد. الاحد حيكون في سؤال من بعد الحلقة اللي بيجاوبوا على البيج كمان بيربحوا معنا، والتنين عشية الساعة 10:30 رح يجاوبونا لايف؟ لا 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 على البيج. اوكي على الفيسبوك. ما فينا ضلنا ليل ونهار هون، بكفي شهرين ارتاحوا مني. لا اشتاقوا لك اكيد. لا كثير المشاهدين على البيج عم بيقولوا مبسوطين انه رجعت اكيد. هلا مش معناتها انه الكل عندهم هالقد مشاكل قوية، في اشياء كمان يمكن تكون مشاكل صغيرة بس هيدي كمان بدها سوان شوي شوي حتى تعطي هالريحة مثل ما كنت انت عم بتقولي. نهار الاحد في حلقة غير شكل عشو. ام العروس كيف منحضرها لتكون اجمل ام عروس حتى يقولوا اف وام العريس دخل. وام العريس اكيد انه تعبوا ولك هالنضارة ولك هالجمال وهيك حتكبر ام العروس وتصير مثل امها هالقد حلوة واكيد الله يخلي لها الشاب الحلو كبرته وبعدها طبية. مظبوط. نشوف البرومو لاحد الساعة 11. أكيد بلش موسم الأعراس، ما في حدا بالحفلة إلا ما حيتطلع بأم العروس، كيف نهتم فيها تبين زغطورة مثل بنتها؟ لكل الستات اللي جسمهم كتير حلو بس عندهم البطن عملنا لهم شي سبيسيال للبطن. هيدي الأمبول نفتحها كل ليلة، مننظف بشرتنا، منقوم تاني نهار وجهنا عم بضوي. نحن عنا كل شي بجميز وبصيدا، بنشتغل بطريقة بروفيسيونال، كل الستاف بيكون حاضر حتى يهتم فيكم. هيدي اذا مقتطفات فينا نقول من حلقه نهار الاحد. هلا كل جمعه كل احد وتنين، هلا التنين في حلقه غير عن تبعيه الاحد اللي بتحكي كمان عن ام العريس، لما تزعل ام العريس خيك عاملنا مشكله هلا رح يصير في مضاربه. بلس جمعه الجاي العروس كميك اب كشعر، ميرسي لزهير اللي اهتم بكل عروس شعراتها، شيء بيطير العقل كثير حلو. شو دارج ل 2015 صيف 2015 كميك اب كشعر كتحضيرات، شو في اشياء جديده للفيشل ودائما في اشياء جديده كامبول كتريتمون واكيد للجسم حتى الفستان يلبق له اذا عندنا الايدين شوي ناصحين وبدنا نلبس ديكولتي كيف نضعفهم، اذا عندنا الظهر ما بيتسكر الفستان لانه شوي خبصنا كيف بسيانس كمان يروحوا، واكيد اذا بدنا نلبس ضيق يطلع هالسيلوات فيري سكسي وحلو حتى العريس ضل تذكره. دخلك العريس بيهتم بحاله بهالفتره في بيوتي فور مان عند اختي تحضيرات العريس، مع انه هلا عم نحضر لانه بيكون عم يدفع عم نحضر لاختي تكون هي العروس، وتحضيرات العروس مطابقه لاختي. ان شاء الله جمعه الجاي حنفرح منها. اليوم عاملين لها باتشلر بارتي. لوك 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 ليه عم بقول انا ما في بقى حدا عم بيتجوز الا بالثلاثين والاربعين، المره بتكون البنت بتكون نضجت بتكون عرفت تنقي وحتنقي مدى الحياه. سو بقول لها من هلا لاختي ماجي اللي هي صغيره وحبيبه قلبي مبروك سلام. اكيد نحن كمان لماجي مبروك. نحن بنشوفك نقلرات كمان الاسبوع الجاي معنا بالاستوديو، رح ناخذ مشاهدينا نحن وياكم كمان مره بريك، خليكم معنا حتى نرجع نتابع.